في سن الأربعة أعوام يعاني الطفل يعقوب من سرطان الدم، ومع تلقيه جرعات كيماوية في صنعاء عادت حركته الطبيعية بعد أشهر من فقدان الأمل في التعافي. يعقوب طفل من النازحين في مأرب، يعاني الآلاف منهم أمراضا مزمنة وحالات سرطان متفاوتة الخطورة، في ظل غياب كلي لعيادة كشف ومعالجة السرطان خلال الفترة الماضية. سويت له فحوصات في كل المختبرات اللي موجودة في مأرب، ما توصلت لحل مدة 4 شهور. كان ولدي هذا يعتبر مقعد، قد هو مقعد طريح الفراش. رحت صنعاء ووديته مستشفى الكويت، طلع فيه سرطان، فعلوا له فحص الأول والفحص الثاني نخاع، وطلع في الفحص الثاني إنه سرطان في الدم. وعالجته هناك فترة يعني بحدود شهر أو شهر نص، لما توصلت إنه حالتي المادية ما عاد استطعت إن أنا أعالجه هناك. أصبحت صنعاء زي الخارج، فعلا العملة حقها مثلا 100,000 حقنا ترجع هناك 40,000. مطلع العام الجاري تم افتتاح وحدة للسرطان في هيئة مستشفى مأرب، تقدم خدمات علاجية للمرضى. ورغم افتقادها للكثير من الإمكانيات، تمثل الوحدة نواة لمركز كبير ومتخصص لعلاج الأورام السرطانية والتخفيف من معاناة مرضى السرطان في محافظة نفطية يتزايد فيها المصابون، وتمثل أكبر تجمع للنزوح في المنطقة. يتم استقبال المريض وفحصه وقبل إعطاء الجرعة وتأهيل وتحضيره للعلاج، وإعطاء الجرعة التمهيدية قبل العلاج الكيماوي، ثم بعد ذلك يتم مراقبته وإعطاء العلاج الكيماوي. لدينا إحصائية أولية من محافظة مأرب يحول ما يقارب 120 مريض سرطان خلال الفترة السابقة الـ6 أشهر الماضية. فهناك حاجة ملحة وضرورية في محافظة مأرب، لا يوجد وحدة أو عيادة حتى عيادة تخصصية لعلاج السرطان. 127 حالة من مرضى السرطان في مديريات مأرب الثلاث المجاورة لشركات الاستكشافات والإنتاج النفطي رصدتهم منظمة محلية، فيما توفي المئات وربما الآلاف من الحالات في مخيمات النزوح قبل تشخيص الأورام. محمود الحميدي، العربية، مأرب. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.